جنيتي ياك يا ضمراني ولا ايه؟ رفيع بيه منبه يا سوهبي. وانا عاملين مزمار في السرايا، احنا عاملينه هنا في الخلا. انا قلت لك يا وهبي ومشدد عليك. معلش يا رفيع بيه، الحق علينا، امسحها فياني. ما انا قلت لك يا وهبي يا ولدي. خلاص، العروسه تخش من سكات السرايا، والرجال يتفضلوا عندي في المنظره، بتوع المزمار يخشوا سرايا يتعشوا من سكات ويروحوا من سكات. دمراني اسحب الجمل على جوه. حاضر اسحب فيه. السلام ورحمة الله وبركاته. مش هنا برضو نجا العزيزة؟ ايوه. عايزين مين من غير شر؟ عايزين رفيع بيه. رفيع بيه نفسيه؟ ايوه يا عم، رفيع بيه نفسيه فيها ايه دي؟ لا مفيش. طيب بيته فين؟ قصد حضرتك سرايا السلطان بيه، هما دول بيسكنوا في بيوت زينا. طيب لا مؤاخذة يا سيدي، فين سرايا السلطان بيه دي؟ وفي حد في الدنيا ما عارف سرايا السلطان بيه؟ سرايا السلطان بيه اللي هناك دي اللي واقفة لوحديها. معلش يا سيدي، اصلا انا غريب والغريب اعمى ولو كان بصير. يا مرحب بيكم يا حاج. اهلا بيك يا سيدي، متشكرين قوي. العفو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مستكتر علينا نعرف رفيع بيه. الظاهر الناس هنا فاكرين ان سرايه سلطان بيه دي تبقى سرايه الكون يا بابا. لله في خلقي شؤون. فارس كان بيحكي لي بس انا فاكره ببالغ شويه. ربنا يستر. مش هتغير هدومك؟ هغير كمان شوي. طيب اذا كنت عايزه تغير هدومك، عندك الحمام هنا، ممكن تغيري فيه وتلبسي اللي حتنعسي بيه. حاضر. ولا اسيب لك الاوضه عشان تلبسي براحتك؟ لا لا. طب انت اتعشيت على كده؟ ماليش نفس. طيب انت تلاقيكي تعبانه وعاوزه تنعسي. حنعس كمان شويه كده، اصلي ما جايليش نوم دلوقت. طيب الحقيقه انا بحب اسهر كل ليله، بسهر مع الخيل عندي، وبعد كده بحب اطمن على الحاجه قبل ما انام. براحتك. لا انا بقول لك كده مش عشان حاجه، بس عشان تعرفي انا بعمل ايه كل عشيه. ربنا ما يقطع لك عاد. طيب ايه؟ طيب يعني انا هنفضل واقفين كده؟ عاوز حاجه اعملها لك؟ لا كتر خيرك. اما اقوم انا ارتاح يا بنتي، انا حيلي تهد. سلامتك يا مرات عمي. تسلم يا ضناي. روح انت كمان، انت من عشية في السنوية والنهار بطوله في الفرح، ما ارتحتيش دقيقة واحدة. حاضر يا مرات عمي، بس اطلعك لأختك واطمن عليك. يسعدك ويخليك يا بنتي. لا انا هطلع لحالي، ما انا زينة هو، وانا فيها ايه يعني. يا ست الحاجة، يا ست الحاجة. ايه يا بيه؟ لساكي ما نمتيش؟ تلقاكي بترطي مع قريبتك دي. لا والله يا ست الحاجة. امال ايه يا بنتي، في ايه؟
اصل دمراني نادى عليا من بره بيقول ان في ناس عاوزيني. عاوزيني ايه؟ عاوزيني انا؟ هو بيقولك ده. كيف ده؟ مين دول؟ واه ما تشوفي مين يا بنتي يا مخبل انت. حاضر. مين يا بنت؟ ده عم غزال والست فرحه مرات المرحوم. يا رب يا ساتر. ازيك يا ماما الحاج؟ ايه انت نسيتيني يا ماما الحاجه؟ فرحه بنتي دناي. تعالي تعالي يا ريحه الغال تعالي. سامحيني يا ماما غصب عني والله لما تعرفي هتعذريني. مسامحاك مسامحاك يا دناي. كفايه انك جيتي افتكرت الثانويه وجيتي. تعيشي وتفتكري يا ست الحاجة. عم غزال ازيك يا راجل يا طيب؟ الحمد لله بخير يا ست الحاجة، طول ما حضرتك بخير وصحة وعافية. نجاة ده عم غزال ودي فرحة عاد. يا مرحبا بيكم. دي مرات عمي ما مبطلاش سؤال عنيك. سألت عليها العافية. ودي نجاة بنت عم الغالي وبنتي التانية. اتفضلوا اقعدوا. واقفين ليه؟ تعالى يا حماده يا حبيبي استريح استريح. يريح بالك يا ست الكل. تعالي جنبي يا ضنايا تعالي. انت تتجوزتي يا فرحه؟ انا ليه بتقولي كده يا ماما الحاج؟ مش ده ولدك ولا بنتك؟ ده فعلاً ابني. بسم الله. أنا عايزاك يا ماما تسمي عليه وتبصي له كويس. بسم الله الله أكبر. قول لها يا حمدي. قول لها أنت مين. قول لماما الحاجة مامتنا كلنا وجدتك. جدته؟ ايوه حمدي العزايزي ابن الغالي فارس. فارس ولدي اللي خلف ما ماتش يا حاجة. يا دوب هاتي ميه بسرعه بسرعه. يا رفيع بيه. ايه يا رفيع بيه؟ الحمد يا رفيع بيه. ساتر يا رب. في ايه ياما؟ في ايه يا نجاة؟ مفيش حاجة يا ولدي. أنا زينة. ما تتخلعش أنا زينة. أمال إيه اللي حصل؟ مين الناس دول؟ أنا عمك غزال يا رفيع بيه. إزيك؟ أظن حضرتك فاكرني، إحنا اتقابلنا قبل كده مرة. ايوه 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 احنا اتقابلنا وانا شيعت لكم حد يسال عليكم بس يعني ما كانش فيه نصيب. سالت عليك العافيه يا رفيع بيه وكتر خيرك. كتر خيري على ايه؟ ده حقكم وحقكم موجود تحت امركم من يميع. حق ايه يا ولدي؟ تعال اتطلع شوف هديه ربنا ليا ولطفه بيا. انا قلت لكم قلت لكم الغالي ما ماتش ما صدقتونيش. قلبي قال لك ده وقلب المؤمن دليل وانا مؤمنه بالله وراضيه بقضاء. ما صدقتونيش. اما انت بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ واد اخوك حمدي. حمدي مين؟ حمدي واد اخوك. اطلع لي بص لي خذوا بحضنك يا ولدي. لا لا اطلع له من بعيد. الخالق الناطي زي الغالي كاني شايفاه النهارده. اما هي ايه الحكايه بالظبط يا اما؟ مفيش حكايه ولا حاجه يا رفيع بيه. بعد ما المرحوم توفى اكتشفت اني حامل. اكتشفت ايه؟
ايوه اكتشفت. انت قصدك ايه؟ وكنتوا فين المده دي كلها؟ يعني ايه كنا فين؟ في بيتنا طبعا. لا ما كنتوش في بيتكم. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انا شيعت لكم حد واللي راح لقي الورشه مقفوله والبيت ما فيهوش حد. احنا ما سبناش البيت لحظه واحده غير لما رحت اولد في المستشفى. غير كده التسع شهور انا نايمه على ظهري بامر من الدكتور. دكتور؟ قولي لهم يا نجات، جوزك وابوكي لما راحوا هناك لقيوا ايه؟ هي مش محتاجه تقول حاجه لان انا مش محتاجه شهاده من حد. حقك. طب يعني ما شيعتوا الناس ليه؟ نشيع ايه يا رفيع بيه؟ وبنتي كانت بين الحياه والموت طول مده الحمل. وبعدين ما تاخذنيش نشيع لمين؟ وسعادتك ما قبلتش عزايا حتى في المستشفى. طيب بعد ما ولدت ايه اللي خلاكوا تستنوا الثلاث شهور مع الام؟ كنا خايفين على الولد اللي لسه مولود من المشوار وحر الصعيد. ايه ده انت حججك كلها جاهزه. ها حججي. الله يسامحك يا ابني، على العموم تشكر والحمد لله الف حمد انها جات على كده، لاننا مش جايين نرمي بلانا عليكم لا سمح الله. لا احنا قلنا ده ابنكم ومن حقكم انكم تشوفوه وتعرفوه. الحمد لله انا كان بيني وبين نفسي بدا ربنا انه ما يفارقنيش لانه ابني برضه وممكن اربيه احسن تربيه زي ما ربيت امه وبربي خاله. لا بزيادك يا رفيع، ولا كلمه بعد كده. وانت عارفني يا اما انا ما قلتش حاجه تجرح حد. ما قلتش حاجه، وكنت عايز تقول ايه اكتر من كده يا رفيع بيه؟ كلام سيادتك واضح وعمك غزال العجوز بيفهم برضو. واذا كنت ما قلتش حاجه تجرح فانا مش هستنى لا انا ولا بنتي علشان نسمعها. يلا يا فرحه. يلا يلا فين؟ اسمع يا عم غزال، اسمع يا فرحه، انا بقول لكم قصاد الكل، السرايا دي سراية سلطان بيه واولاده من بعده، واولهم حمدي ودي الغالي، ومن بعد سلطان بيه انا بس اللي اقول مين يقعد فيها ومين يهملها. انا بس اللي عارفه ولدي وحاسه بيه، انا بس اللي ليا الكلمه هني. انت قلتها لاخوك قبل كده، مش هخليك تقولها لولده. سمعني. احنا اسفين يا ماما الحاجة على اللي حصل ده. اسفين؟ مين اللي يتأسف لمين يا بنتي؟
العفو يا ماما الحاجة، احنا كان كل غرضنا ان احنا نفرحك ونبشرك بحمدي، لاننا عارفين انت قد ايه زعلانة على فارس الله يرحمه. عارفة يا بت، وربي يعلم هلتكم علي الليلة، نورت لي دنيتي اللي كانت ضلمت من بعد الغالي. بس برضو رغم اللي قاله رفيع بيه، ما كناش نحب ان حضرتك تزعلي منه ولا حتى هو يزعل مني. أنا أزعل من رفيع بيه ولدي ولا رفيع بيه ولدي يزعل مني؟ تو أصلكم ما تعرفوهوش، بكرة تعرفوه. بكرة؟ بكرة إمتى يا ست الحاجة؟ ربنا يكرمك، بكرة إن شاء الله هنكون رجعنا بالسلامة. رجعتوا؟ ترجعوا فين؟ ما تزعليش ولا تاخدي على خاطرك مني يا ستنا، انت بالخصوص مقامك ومعزتك فوق راسي من فوق، وحضرتك حاسه بكده برضو، انما بيتي اولى ببنتي، اقل كرامتها فيه محفوظه. كرامتها؟ وكرامتها هنا مالها؟ اوعى تقول كده يا راجل يا طيب، كرامتها هنا متصانه غصب عن الكل، لانها من كرامه الغالي ومن ريحته. مش باين يا ماما الحاجه، حضرتك شفتي بنفسك. يا بنتي، رفيع بيه ولدي ما يقصدش. يقصد ولا ما يقصدش بقى يا ستنا، دي حاجه تخصه، وربنا يسامحه ويسهل له بقى. يا عم غزال، انا بقول عليك راجل طيب وعطوف، ليه عاوز تحرمني من عوضي؟ انا لا عشت ولا كنت لو كان ده غرض يا ست الكل، انما انا بيتي مفتوح لك في اي وقت عايزه تشوفي فيه حمدي. ان شاء الله يا رب تشرفينا على طول، وساعتها هنشيلك فوق راسنا ونخدمك برموش عنينا. كتر خيرك يا عم غزال، انا عارفه، وزي ما قلت لكم السرايا دي سراية حمدي وابوه وجده، والارض اللي انتوا شفتوها دي على مدد الشوف ارضه، وكل اللي عليها من زرع وبهايم وخيل ملكه. يعني انتوا لما هتقعدوا هتقعدوا في ملكه، مش هتقعدوا عند حد ولا عالة عند حد واولهم اني. تشكر يا ست القمر يا أصيلة، وكلامك ده وعزة الله طوق في رقبتي ما يحلوا إلا الموت، بس ما تأخذنيش، ما يخصنيش أنا قوي، لأن أنا سوا كده ولا كده كنت راجع بيتي أنا وحمادة، وفرحة بقى هي حرة عايزة تقعد في سراية ابنها بعد الكلام اللي سمعته من عمه، هي حرة مش عايزة تقعد، بيتي بقى مفتوح لها. هو صحيح ما يجيش أوضة في السرايا دي، إنما دايما فارد دراعاته ومرحب بيها دايما يا عم غزال، بس هي برضك ما يرضهاش إنها تحرم ولدها من عز وعز ناسه، وتحرمني منه بعد ما شفته. والله أي عندك وسمعة اسأليها. لا يا بابا، أنا هروح معاك. ليه كده يا فرحة يا بت؟ ما تزعليش مني يا ماما الحاجة، أنا مش هقدر. طب قومي يا بت ارتاحي، أنت تعبت من السفر ومن حرقة الدم وأنت بترضعي. لا، ولا حتى بات هنا. هي حصلت يا فرحة؟ معلش يا ست الحاجة، اعذريها. عذراها يا عم غزال، أنا هريحها. يا بدور يا بدور. افندم يا ست الحاج. خدي يا عم غزال والست فرحه وصليهم للقطين اللي في الجنينه. ارتحت يا فرحه؟ بلاش السراي، هما مفروشين زي اوض السرايا واحسن كمان. انا لو في حيل كنت قمت وصلتكم. لا العفو يا ست الحاجه، خلاص بقى يا فرح، ده سواد ليل يا بنتي، وحتى اللي فاضل فيه مش كتير. أمركم. بدور
حضر لهم العشاء، زمانهم جاعوا يا حبيبي. لا لا لا، احنا كلنا الحمد لله. وهي ست فرحه لازم تاكلي، انت بترضعي. لا سيبهولي يا بنتي، انا حقعد بهنه مش حتنقل، اشبع مني شوي. خلاص سيبي يا فرحه، حقها برضو، بس ابقي غيري له ورضعيه الاول. يعني على كده خلاص الست نفيسة دخلت الليلة؟ دخلت وبقت ست السرايا الأمر الناهية فيها، سراية سلطان بيه العزايز ذات نفسية. أم ليه عاد؟ انت توعي عليه. واه اللوعة عليه ده كمان. أنا مش بقول عليك يا ولي، انت توعي على فحة البحر مش هتوعي على سلطان بيه. أنا على رئيسة. أنا ماليه، أنا شفته مرة وأنا صغير، كانت أمي خلصت مولد سيدي عبد الرحيم في جينا وعودنا البلد. تاني يوم طلع تلعب مع العيال في الغيط، وكان هو طالع من السرايا راكب حصان أبيض وعليه فرش فضة بيدوي ضي السمس ضي، وفي يده كرباش سوداني، ووراه تنين غفر الواحد فيهم جت الحيطة دي. العيال أول ما وعيت له كل واحد رمح في حتة إلا أنا، فنادهلي قال لي بت مين يا بيت؟ قالوا له دي بت الغازية، فضحك وقال معاها حق ما ترمحش مع العيال، واداني حتة بخمسة. بالك يا رئيسة، الحديث اللي قلتيه عن سلطان بيه دي احسن حديث سمعته عني. صح كان كده واكتر. الا الميتين صح بيحسوا بينا وبيوعوا على اللي بيجرى. واه ده كانه جن. جن لما يخربطك يا ولية انت، ما تخش جوه، ما تخيلناش كده، مالك رايحة جاية زي العمل الردد. حمادة نام ومكلش أي حاجة يا عيني. مسكين تعب، المشوار مش هين برضو، وهوا جديد مش واخد عليه. وانت كمان يا بابا مكلتش حاجة. انا بقى ولا انتي؟ هو كمان محدش يجيب الأكل ده كله. بيت كرم بقى يا بنتي. ايه سكت يعني؟ وسرحت في ايه يا ترى؟ لا ابدا يا بابا مفيش. الان على حمدي مش كده؟ ما تقلقيش يا بنتي، الست الحاجه دي حنيتها لو تفرقت على بلد تكفيها. انا لاحظت في عينيها فرحه ما تتوصفش، كانها شافت ابنها المرحوم رجع للدنيا من تاني. والله مش عارفة يا بابا، ست زي ماما الحاجة ممكن تخلف زي فارس الله يرحمه، إنما تخلف زي رفيع بيه ده إزاي؟ أنا بجد مستغربة. ليه يا بنتي؟ بتسألني ليه يا بابا بعد اللي حصل ده كله؟ أنا بنتي الدنيا علمتني إن ما تصرعش في الحكم على الناس. المثل بيقول تعرف فلان؟ قال له أيوة. قال له عشرته؟ قال له لا. قال له تبقى ما تعرفوش. في مثل تاني بيقول اللي تحسبه موسى يطلع فرعون، والمثل صح. يعني ايه يا بابا؟ حضرتك شايف ان رفيع بيه ده راجل كويس؟ ما انا قلتلك يا بنتي ما اقدرش احكم عليه الا لما اعرفه كويس. يا سلام، بعد كل اللي شفته وسمعته منه وبعد التصرفات اللي عملها معنا في المستشفى لسه معرفتوش؟ ايوه معرفتوش، لان كل ده له عذره فيه. له عذره؟ ايوه يا بنتي، حتى لو كان تفكيره فيه غلط، لانه ما يعرفناش، هو يعرف نفسه وماله وعيلته، فلو كان تفكيره فينا حاجه وحشه فهو معذور.
كلامك ده غريب قوي يا بابا. ليه يا فرحة يا بنتي؟ طب ايه رأيك بقى؟ انا لفت نظري حاجة تانية. حاجة ايه؟ احنا اول ما جينا ومن غير ما ياخد باله هو من حمدي افتكر ان احنا جايين علشان الورث بتاعك من المرحوم، فقال لنا من قبل ما نتكلم حقكم موجود، ومش كده وبس، ده كان بعت يدور علينا كمان، ودي تصرفات ما تصدرش من راجل بطال خصوصا في زماننا ده، واحد له قوته وعزوته. طيب في حاجة كمان. ايه تاني يا بابا؟ انت ما لاحظتيش هو عامل ايه قدام والدته برغم هيبته وهيلمانه؟ انا يا بنتي سمعتها من المرحوم فارس قالها لنا مرة وهو بيضحك، لانه كان متأكد انتوا اصلكم ما تعرفوش اخويا رفيع، وسمعتها من الست الحاجة والدته بدل المرة اتنين وتلاتة. من فضلك يا بابا، انا سيرت الراجل ده بتنرفزني، انا هدخل انام، تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا بنتي. Thank you.
وحشتني يا حمدي. كده يا ولد يا وحش، ما تسألش على ماما اول ما جدتك تاخدك؟ اتوحشتيه يا فرحة في الشوية اللي قعدهم معايا دول. قوي يا ماما الحاجة قوي. وده ما خليكيش تفكري كيف هقعد بعيد عنه بالاسابيع والشهور من غير ما ملي عيني منيه واخده في حضني. صحيح هو ولدك اللي ولدتيه من بطنك، لكن بيقولوا اعز الولد ولد الولد. طبعا يا ماما الحاج. وده مش ولد الولد بس، لا ده عوضه وضله على الدنيا اللي غاب عنيها. بس يا ماما الحاج انا ما استحملش اشوفك كده ابدا. يعني انت حاسه بيه يا فرحه؟ حاسه والله العظيم. وقلبك متطوعك؟ ربنا عالم باللي جواي يا بنتي. ده انا عمري ما ترجيت حد وربي عالم. انا دايما كنت اقول وامر والكل يطيع غيرش دلوقتي. لا لا اوعي تكمليها يا ست الحاجه. انا لا عشت ولا كنت انا ولا بنتي لو خليناك تترجينا في حاجه. انت زي ما طول عمرك بتأمري أمورينا حالا دلوقتي، واحنا علينا نقول حاضر وبس. تعيش يا عم غزال. خليكي اقعدي يا فرحة يا بنتي، اقعدي هنا مع ابنك. مش عشان خاطر حد، لا عشان خاطر الست الأميرة الكاملة الطيبة دي. اقعدي في حماها وملكيش دعوة بحد خالص، وانا عارف انها هتضلل عليكي وتصون كرامتك اكتر ما تصونيها انت. كرامتها متصانة عند الكل يا عم غزال، وان كان على رفيع به ولدي فهي هتعرف انها مش قاعدة في حماية وحمى مال ولدها وبس، لا ده احنا كلنا في حمى رفيع به ولدي وتحت جناحه. وهي هتعرف ان ده مش بالحديد، لا بالفعل. انا والله مصدقك حاجة، ويعلم ربي يعز علي فراق بنتي وابنها قد ايه. لكن كله بقى يهون علشان خاطر الجميل والدين اللي في رقبتنا ليكي. استغفر الله يا عم غزال. ها قلت ايه يا فرحة بنتي؟ يا بنتي قولي انطقي الله يرضى عنيكي. حاضر يا ماما الحاجة أمرك. أشهد أن لا إله إلا الله. بس أنا عندي شرط وتسامحيني فيه. مسامحاك يا حبيبتي، أشرطي. أنا وابني هنقعد في الأوضتين دول مش في السراي. ليه يا بنتي؟ ده أنت عندك أوضة الغالي يعملوا فيها مرماح مقفولة من يوم اللي جرى، محدش قدر يفتحها. خديها ليك أنت وولدك، وإذا ما عجبتكيش عندك في القصر بدل الأوضة 10. ده شرط يا ماما الحاجة بعد إذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. براحتك يا بنتي براحتك. واه حديتيه اللي بتقول عليه ده نجاة فارس واد عم الله يرحمه يطلع الولد كيف دي؟ إيه اللي كيف ده؟ هو مش كان متجوز ولا إيه؟ كان متجوز يا نجاة، كان متجوز، لكن يطلع له ولد بعد ما يموت بسنة. ما الوضع عنديه دلوقتي ياجي 3 شهور كمان. هذه الأنكت ليه احسبها؟ احسب ايه يا نجاة؟ هو قاعد معها حاجة، ده ما كملش شهر. الا اذا كانت ام لموس اول ما تتجوز تحبل. ايه غريبة يعني؟ مش غريبة وبس، لا دي باينة باينة زي عين السمس ومعوزاش زكاوة. هي ايه دي اللي باينة زي عين السمس ومعوزاش زكاوة؟ الرسمة الخايبة بتاعتهم. يا صبري حرام عليك، استغفر ربك. ليه يا نجاة؟ وانا ببل عليهم ولا ايه؟ احسبيها انت، واحدة تحبل من اول شهر وتقعد 9 شهور وتولد، وبعدين تقعد 3 شهور وبعدين تاجي ومع عيل وتقول لنا ده ولدكم نقوم احنا نصدقوها. طب ايه رأيك عاد ان الواد الخالق الناطق فارس بها الله يرحمه، انا شفت له صورة وهو صغير كده، تقول هو؟ ما تقول لا حاجه بنتك المخلوله دي يا عمي. انا اللي مخلوله بردك يا صبري، ولا انت اللي زنان وضميرك سو وفاكر كل الناس زيك؟ واه يا عم قله ادبها. ما هو صبري واد عمك يا بنتي معاه حق، احنا رحنا لهم لقينا الورشه مسنكره والبيت ما فيهوش مخلوق يوحد ربه.
كانوا فين ايامها؟ كانوا هربانين لحد يوعلها وهي لا حبلة ولا حاجة لحد ما يخططوا. لا لا، اصلكم ما شفتوش فرحة دي ولا شفتوا ابوها؟ دول ناس مش بتوع الحاجات دي. واصل امال بتوع ايه؟ بتوع ايه يا نجاد؟ مش بقول لك يا عمي بنتك دي مخلولة، ده مال مال لا يتعدي ولا يحصى، وارض ارض يجري فيها الخيل ما يجيبش اخرها، وبهايم بهايم تسد عين الشمس، خيل اصيل الفرس الواحده تتفصل بالشيء الفولادي وبالدونار. تم تقولي لي بعد ده كله يفوتوا الحاجات دي لان صاحب الامله دي اللي ضحكوا عليه عمره قصير؟ مين يصدق الكلام ده؟ علي النعمه من نعمه ربنا، لو ساقوا فيها يكون مخلص عليهم. وانت صالحك ايه انت؟ ولا انت محرق شر وبس؟ صالحيه يعني ايه؟ هو فارس ده مش واد عمي الله يرحمه؟ والمال ده اللي عم بيتبعتر يمين وشمال مش مال العزيزه؟ ايش البت وهب الكلاف وايش البت البكانيكي واحنا قاعدين كده زي الزير؟ لدد عليك الحديد ده يا بوي. ما ود عمك عنده حق يا نجاة، شيء يحصر ويكيد. حتى انت كمان يا بوي. عقليه انت يا بنتي. الله، ليه ما تدوش رفيع بيه خبر اول ما حبلت؟ قلها يا عمي قلها. ما هو سألهم يا بوي، قالوا انهم خافوا منيه لما ما ادهمش وش في المستشفى، وقالوا انهم حيستنوا لما فرحة تولي عشان حبلها كان في خطر وخافوا لا تسقط. وما سقطتش؟ لا ما سقطتش، عشان نمت على ظهرها طول مدة حبلها وربنا كتب لها السلامة. ولما ربنا كتب لها السلامة استنوا ليه 3 أشهر تانيين؟ قالوا خافوا على العيل من السفر والحر مع طول المشوار. يا عمي دي ناس قادرة وخبرة بتعمل ايه زين. اعوذ بالله من غضب الله. انت يا بنتي يا بدور. حاضر. نعم سعادتك، صباحيه مباركه. يا الحاجه راحت فين؟ وانا معود عشيه كانت نعسانه هنا ودلوقتي ما نايماش في اوضتها. هي راحت فين؟ راحت للست هانم فرحه هانم سعادتك. ست هانم فرحه هانم مين؟ فرحه هانم راحت لها فين؟ في اوضتين الجنينه
اصلها بيتت فيها هي وعم غزال قبل اللي يعاود النهارده. ايه ده هم معودين النهارده؟ كانهم كده، اصل سمعتهم عشيه وانا بودي لهم الوقت بيقولوا كده. طب بطلي رط وروحي اعملي لي كوبايه شاي وهاتي لي حتتين كعك. واه شاي وكحكي يا سعاده البيت، ده انا محضره لسعادتك وللعروسه فطور الصباحيه من بدري. اعمل اللي بقول لك عليه، انا ما فياش روح على الصبح. حاضر حاضر. طب بس ايه تاني واقفه ليه؟ والعروسه هتفطر لحالها؟ طب لمت امشي. صباح الخير يا سعادة البيه. صباحية مباركة سعادتك. في حاجة يا ضمراني؟ سواه بالسوالمي جاي يصب عليكم. أقول له يخش. مال يعني هتهمله على الباب يا ضمراني؟ حاضر حاضر. انت يا اسمعي، انت يا بيت يا جديد انت. ايوه نعم حاضر انا. ها بتنده علي سعادتك؟ انت اسمك ايه؟ خدمتك موزه يا سعاده البيع. موزه؟ طب اطلعي لستك نفيسه. الله ده سعادتك صاحي من بدرها. صباحيه مباركه يا عريس. يسعد صباحك. بنت يا موزه. ايوه سعاده البيع. خدي فطور العرسان ودخليه جوا. اخلص انا. انت ازاي يا بنت انت؟ تتجرعي وتزغطي في السرايا عينيك؟ واه يا سعادة البيع، مش مزغرت الفطور العروسة؟ أنا بيني هقطع خبرك قد. ليه يا سعادة البيع؟ مش دي عوايدني؟ معلش يا رفيع بيه، أصلها بنت حمارة ما تعرفش. اللي ما يعرفش يتعلم، ولا يغور بعيد عنينا، احنا ما نقصينش. حقك علي أنا. طب بس أعرف إياه. طيب يا بنت يا حمارة أنت، احنا مش محرجين على أي فرحة هنا في السراية. واه صح، معلش سامحي سعاده البيع. خلاص خلاص، خذ الوكله من البنت دي، طلعي سيدك وهبي العروسه، خليه يشوفها ويصب عليها. حاضر. الشاي يا سعادتك. خليه عندك لما عاود. حاضر. بالاذن يا وهبي. السرايا سرايتك. اهديه شاي في الصباحيه ومعاود. معاود منين؟ الله، ايه الحكاية؟ وحبعت حد في مصر يجيب لك قطر بالكهرباء زي اللي كان عند ابوك الله يرحمه، ويجيب لك قرد بيتمرجح وارنب بيتنطط وكل اللي انت عايزه. تعيشي وتجيبيله يا ستنا. وحخليك تنجي احلاها مهرة في الاسطبل، وحط لك سرج من فضة زي اللي كان جدك الله يرحمه جايبه لابوك، وحخلي غفير بسلاحة يمشي وراك منين ما تروح. متى تمشي يا حبيبي؟ شرفيع بيه يا أهلا وسهلا. رفيع يا ولدي، واقف ليه؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. صباحية مباركة يا عريس. أصل دخلت وكانت عشية. والله احنا ما نعرفش. صباحية مباركة يا سعادة البيه، ويرزقك بالخلف الصالح ان شاء الله. متشكر. مش تصبح على حمدي يا رفيع؟ انا قالوا لي انكم مسافرين النهارده، فقلت اجيب لكم حسابكم تشوفوه قبل ما تمشوا. حسابي يا سعاده البيه؟ ما بين الخيرين حساب. الحق حق يا سيد غزال. حساب ايه يا رفيع بيه؟ ورثك.
من مرحوم اخوي. لا 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 ما خلاص، فرحة حتقعد معانا هي وحمدي. يا مرحبا يا مرحبا. الحساب انا عملته لحالي وعزلته من يميها، وده بيانه بربح السنوية. احنا ما بندوش ارضنا لحد عشان نجديها. انا في نصيبك قدرت الفدان بحق ربنا وضربته في المساحة كلها وعليها تمن الخيل والبهايم. شوفيه بنفسك ورجعيه. انا مش عايزة حاجة. كيف مش عاوزة حاجة؟ ده حق ربنا، انا مسؤول عنيه. يا رفيع بيه، الله يرضى عنك ويديم عليك نعمة الحق. قبل ما تقول اي حاجة شوف حساب بنتك عشان استريح. الله يريح قلبك يا ابني. شوفي يا بنتي مادام مصمم. لا يا بابا، انا متنازلة عن نصيبي الحمدي. انت حرة، بس شوفيه الاول ورجعيه. اتفضلي. وحساب حمدي انا هعمله لان ما كنتش عامله. ربنا يخليك ويبارك فيك ويعطيك. امين يا رب العالمين. والله انا في حياتي ما شفت ناس بالشكل ده. انا هبلغ النيابه الحزبيه في جنة، اذا كنت عاوزه تبقي الوصيه عليه مفيش مانع. لا لا يا سعاده البيه، ده كلام برضو. حضرتك الوصي والمتصرف في كل شيء. ليه كده يا رفيع يا ولدي؟ حقها ياما. ما قلناش حاجه يا سعاده البيه، بس الاصول اصول. احنا صحيح ناس على قدنا، انما برضو بنفهم في الاصول. معلوم يا عم غزال معلوم. احب اسمعها منيها. حضرتك تبقى وصي يا رفيع بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش قلت لك ولدي وانا عارفاه؟ واه، وديه اللي طلع فارس دي. ده كده تبقى نص التركه راحت، واحنا لسه بنقول يا هادي. تركه تركتي يا بوي. ما خبراش تركتيه، امال بتبكي على ايه؟ انا ببكي على بختي وقيمه املي على فرح اللي كان زي الجنازه وختم باللي ختم بيه ده. لا يا بوي ما تحددش معايا ولا بكلمه واحده، ولا بيت هنه من اصله. واه، امال بيت فين؟ ما خبراش، هو طلع بعد اللي حصل ده وما عودش الا على وش الصبح. غفل ساعه ثمن على الكرسي ده وطلع تاني. طب ليه طيب؟ زعلان على حكايه والدخول اللي طلعت له من تحت الارض. وايه اللي زعله؟ ده حقته يفرح. اصله كانه ما مصدقهمش. صح. ده الحديث عاد. ده كان هيتعرك مع امه عشانهم. وامه مصدقاهم؟ مصدقاهم الا مصدقاهم. ده اول ما عرفت غمرت، ولما فاجت ما اقولكش عملت ايه. خدت الواد في حضنها وفرمشت عين كانها كانت رجعت 20 سنة ورا. دي اللي كانت ما قدراش تتحرك من مطرحها. قلتيلي انا خبرهم زين. العزايز دول الواحد ولا الواحدة فيهم بسبعة رواح. بس المره مرة اخوه دي حكايتها ايه؟ جاية ومعاودة ولا قاعدة ولا ايه؟ انا عارفة عاد. انا برضه خبيرهم زين، ما يهملوش عيالهم واصل، بس اذا كانوا عيالهم صح. انت بتقول ان جوزك شاكك فيهم، بس بتقول ان المرة الكبيرة رحبت بيهم. تعرفي هو ده الخطر الصح، خصوصا ان عقلها خف بعد مصيبة ولادها. تلقيها ما صدقت. ده دي بعد ما شفاتهم ولا حست ان الليله كانت دخلت ولدها الكبير. مش بقولك انا عارفه باختي. بس يا بت، بس ما تبقيش عبيطه. مال انا ما عاوزش حاجه تبان عليكي ولا كان حاجه حصلت. اما نشوف الحكايه المجندله دي اخرتها ايه، دي كان هتولع يا بت. يا ساتر يا رب، ده انا كنت هموت في جلدي من سرافيع بيه دي. ما انت اصلك مجنونه، مش قالوا لك ما عاوزين الزغاريت هنا في السرايا؟ راح عن بالي ايه، كفرت خلاص. تبقي تستاهلي اللي يجري عليكي.
وتحمدي ربنا كمان ان الحاجه الكبيره ما سمعتكيش. كمان ليه؟ كانت هتعمل فيا ايه اكتر من اللي قال ولدها؟ ده طريق زي الغول، كيف مستحمل خدمته دي يا بيت يا بدور؟ رفيع بيه صح، يمكن زي الغول بس مع اللي يغلط، انما مع الجد والدغري زي الملاك اللي نازل من السماء. زي الملاك اللي نازل من السماء معلوم. طب يبقى على كده حديثه اللي كان مع مرات اخوه وابوه عشيه معناته انهم مش جد ولا دغري وانهم غشينه في الوقت صح. بقول لك ايه يا موزه، عاوزه تعيشي هنا في السرايا ولا عاوزاهم يرموكي بره؟ لا مش يرموكي بس، ويفرموكي فرم كمان. طب ليه؟ اذا كنت عاوزه تعيشي لا تسمعي حاجه ولا تتحدثي عن حاجه. انت يعني كنت وقتلي جبت طبله وطار وبقول انا بتحدث معاك انت بيني وبينك؟ ولا تتحدثي بيني وبينك عشان ما توخديش لساني يقوم يزلف في كلمه هنا ولا هنا. يا بنت خالتي انا خايفه عليكي، دول اسميهم العزايزه، خبري عن ايه العزايزه؟ ودي سراية كبيرهم اللي ما يستحملوش فيه شكة ابره، واللي انت جبتي سيرته دلوقتي ده يبقى نور عينهم اللي راح في عز شبابه، الف رحمه ونور تنزل عليه. خلي بالك يا بنت احنا غلابه، ولو نفخونا كده نطيروا زي الريشه. يا سلام، تحدث انت عن نفسك، انا مش تبع حد فيهم، انا تبع ست نفيسه بنت سواهبي بيه السوالمي. الست نفيسه؟ طب ايه قولك ان اول واحده يسري عليها حديثي ده هي الست نفيسه ذات نفسها؟ زي ما بقولك كده انا خبراهم زين، دي عشره سنين معاهم، مالهمش عزيز بره بدنتهم. والله يا بنت خالتي سمعتي حديثي ده؟ سمعتي؟ ما سمعتهوش انت حر، جربي بس ساعتها مش هتوعي حتى تندمي. يعني هي نفيسة زعلانة عشانك ده؟ جرالك ايه يا ابو وهبي؟ واحدة عريسها يهملها ليلة دخلتها ويبيض برا ويصبح من نجمة ما خبراش يروح فين، وحتى فطور الصباحية تاكله لحالها، عاوزها ايه؟ تفرح؟ لا هي معايا حق، لكن برضو ده بخت ان اللي حصل ده اي صادف ليلة دخلتها، لكن يعني ما جاتش على ليلة لسه العمر قدامها طويل. ورفيع به برضك معذور، لان اللي بتقول عليه انه حصل له ده مش يشغل الواحد وبس، لا ده يكربل وكربيل، الموضوع مش هين واصل. مش هين؟ ده نصيبة ووقت على راسنا. واه على راسنا احنا؟ اعوذ بالله. ليه يا ولد؟ ليه برضك؟ الواد اللي طلع من تحت الارض ده مش هياخد نصيبه؟ بعد ما كانت التركه كلها في الاخر هتصب في ولاد نفيسه؟ واه يا وهبي يا مين يعيش يا ولدي؟ حد خابر النصيب فين او مين هيورث مين؟ بس رفيع بيه برضك ما مصدقهمش. يا ولدي الله يرضى عليك، احنا مالنا الصالح بحكاية زي دي. العزايزة ما يحبوش حد يتدخل في خصوصياتهم، لا نقول الولد ده ولده ولا مش ولده، ده حديد خطر تطير فيه رقاب. طيب طيب اديني سكتها. انما قول لي انت دخلت السرايا من جوه؟ دخلت ايه؟ امال يعني قعدت مع نفيسه نشم هوا على البحر؟ على البحر، الله يحفظك يا وهبي. طب بالك انا طول خدمتي لسلطان بيه 30 سنه ما دخلتش السرايا دي من جوه. يا ابوي الاحوال مالك؟ ماليش، بس انا ما ناقص فوران دم. خدمت ايه وسلطان بيه ايه؟ ما الايام دي غارت لحالها، سلطان بيه راح مطرح ما راح، وولده سلم لنا ونسبنا غصب عنيه، وانت ما قادرش تنساه. هي يا فرحة يا بنتي اسافر وانا مطمن؟ هتوحشني يا بابا انت وحماده. لا يا بنتي بلاش كده، انت عارفة دي معيتي قريبة. طيب خلاص اطمنتي من ناحية رفيع بيه؟ يعني ايه بقى فرحة؟ مالكيش حق، ده انا بصيت في عينيه وهو بيبص لحمدي كانت حنية الدنيا فيهم، كان الود وده عايز ياخده ويجري.
بالظبط يا بابا، الود وده زي ما يكون في نفسه حاجة وحيشها. لا يا بنتي، هو الظاهر من النوع الجواني. في ناس كده بيفتكروا ان الحنية ضعف. جايز. على كل حال انت مالكيش دعوة بيه او بغيره، خليك انت مع ست الحاجة وزي ما شفتي هي الكل في الكل، واي حاجة تقلقك لا قدر الله ابعتيلي، مسافة السكة حكون عندك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا بابا. وانت يا حمادة خلي بالك من نفسك، اطمني يا ابني. طيب هو فين بقى الولد الخلبوس حمدي ده عشان ابوسه قبل ما سافر؟ مع جدته، مش راضية تسيبه ابدا. طيب ابقى اسلم عليه وانا خارج. يلا يا حمادة. ربنا يصبرني على فراقك يا بنتي. انت لسه برضك شاغل نفسك بالحكاية اللي كانت على البال ولا على الخاطر دي؟ انت معاك حق، هي حكاية تشغل، بس ده ما يخليكش كمان ما تبصش لنفسك وتظلمها كده. اظلمها كيف؟ مش انت عريس يعني من حقك تفرح؟ والحكاية برضك ما تستاهلش. ما تستاهلش؟ أمال إيه اللي يستاهل إذا كانت دي ما تستاهلش؟ أنا قصدي يعني الحكاية الطمع باين فيها، وناس بحري دول بحرهم غريقة وما يغلبوش، بيجي واحدة تقعد مع جوزها أقل من شهر بس ولا كلمة تاني. واسمعي عشان يبقى من أولها، في حاجات هنا تخصنا احنا وبس، ام الحاجة وانا، خصوصا اذا كان ليها صلة بابوي ولا اخوي الله يرحمهم. الحاجات دي انت مالكيش دخل بيها ولا تتحدثي فيها، لا بالخير ولا بالشر. انا كنت بهون عليك وبقول رأيي بس. ولا تهوني علي ولا تقولي رأيك مادام ما حدش طلبه منيكي. ولا تتحدثي فيها مع حد برا السرايا. حد؟ حد زي مين؟ زي ابوكي مثلا. فاهمه؟ فاهمه. في حاجه تانيه انا الحاجه بقولها مره واحده واحب انها تتسمع، عارفه ليه؟ عشان ما بسامحش في الغلط بعد كده. حاضر. ايه مش هتنامي؟ ايوه حاضر. صحي من النوم يا حبة عين. هو نام واحنا نمنا، حضرتك لسه ما نمتيش من امبارح وهو النهارده بطوله. وهي فرحة عايزانا نام وعيني تتحرم من رؤية حمدي، كم ساعة ده لا كان النوم ولا كانت الراحة. بس انت كده هتتعبي يا ماما الحاج. يا ريت يا بنت التعب كله يا جكدي، انا كان تعبي على غيبة الغالي وراحت دلوقتي في وجود ريحته وعوضه. ربنا يخليهولك ويخليك لي يا ماما الحاج. يا ست الحاجة، يا ست الحاجة. ايه في ايه يا دمران؟ رحالة بتولد يا ست الحاجة. صح يا دمراني؟ ايوه صح يا ست الحاجة، وش هيعلى للدكتور وزمانه جاي، وانا جاي ابلغ صرفي عليه. طب قول للبت بدور تقول له. حاضر. بنتي هتدور، بنتي هتدور. ايوه يا دمران. قول لسيدك رفيع ريحانه بتولد. صح يا ست الحاجه. اتحرك يا بيت حالا. ها بس هتبقى لي الحلال عاد. شوفي بيت. هي مين ريحانه دي قريبتكم؟ دي فرسه الغالي كان روحه فيها.
يا بنت في ايه؟ ريحانة بتولد يا سعادة البيه. ريحانة؟ طب أنا جاي حالا. يا دكتور خير؟ مبروك يا رفيع بيه. الله يبارك فيك. لجاب الظهر شبهها بالظبط. الحمد لله، ألف حمد. هتسميها إيه سعادتك؟ مش أنا اللي هسميها. أمال مين اللي هيسميها؟ صاحبها هو اللي هيسميها. خدي يا نفيسة نجود دخلتك، واعذريني يا بنتي، أنا اليومين اللي فاتوا دول كنت في دنيا غير الدنيا. حمدي لهاني ولها عمه عن فرحتكم. وأنا كمان آسفة يا نفيسة، مش تسمحي أقولك يا نفيسة برضو؟ طبعا يا حبيبتي، ما هي زي أختك بالمظبوط. طبعا يا أم الحاج، أنا طبعا حاسة إن مجيتنا دي غلوشت شوية على فرحتكم، بس هي جت كده غصب عننا، والله ما كناش نعرف. طبعا يا حبيبتي هتعرفوا من وين، يعني كنا على الأقل نجيب هدية معانا. يا حبيبتي كأنك جبتيها. خدي ده نجود فرحة، وكماني نجود حمدي. ايه يا بنتي، ما هي فلوسكم، هو انتوا اللي عنديكم شويه؟ ربنا يخليكي لينا يا ماما الحاج. نفيسه شايفه حمدي؟ بعد ما يرضع بالهنا سمي عليه وتشطري وجيب لنا ليه واد عم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عوقتوا يا ولدي خير؟ الحمد لله، جابت موره زيها بالظبط. يا صلاه النبي، الخير على قدوم الواردين. انا قلت مش هسميها الا ما صاحبها هو اللي يسميها. عليك يوم. صاحبها حمدي. هتسميها ايه؟ ايه عايز تشوفها الاول؟ ماشي، انا جاي بالخصوص عشان اخدك اوريها لك. دمراني دمراني افندي. بس حتى البيت خد عني حمدي بيه عشان يشوف مهرته معانا. يلا تعال. والله يا صبري انا مش مطمن للي انت عاوز تتحدث فيه مع رفيع بيده. ليكون الواد ولدنا صح. ولدنا ولدنا كيف يا عمي؟ هو ربنا مش عارفه بالعقل ولا ايه؟ ما انا جايت حسبتها لك يا ولدي. يا بالحساب بالحساب يا عمي، انا متجوز نجات اديلي كام سنه دلوقتي، ما قدرناش نخلف قطعه عيل. تجي واحده تقعد معاه اسبوع ولا اتنين وتخلف وواد كمان. ايه بقى عشان كده واخدها في صمتك عاد. الله يسامحك يا عمي. طب اقول ايه، ما نستنوا ما نفتحوش رفيع بيه في الموضوع ده ونشوفوه هيعمل ايه مع الناس دول. كيف يعني؟ يعني هيقبل الواد ولا هيطردهم ولا هيعمل ايه؟ يطردهم يطردهم كيف؟ نجاد بتقول لك الحاجه وانيسه طايره بالواد طير، مع انه رفيع ما مصدقش، لكن هي ببيتهم في السراي. عجايب على الحاجه وانيسه دي، اي حد ياجي يقول لها الواد ده ولدكم صدق كان يموت ولدها فارس ده داير راسها. ما تقولش كده يا جزيل، يسمعك رفيع بيه ويغفلق عليك. ياه انا بتحدث معاك وانا بتحدث مع حد غريب ولا ايه؟ بس انا خابر رفيع بيه واد عمي زين، هو هيهاود الحجه وانيسه، لكن ساعه الجد هيتصرف الحاله. طب حس كده ما نهملوه يتصرف الحاله. كيف يعني؟ ايه كيف يعني يا عمي؟ ده شرف ونسب. أني هتحدث مع رفيع، عايز تجي معاي تعال، مش بلاش خليك. والله كأنك زي ما قالت نجاة، محراك شر صح. يا بنتي اهدي، ده رفيع بيه ولدي خاف عليه أكتر منينا. برضو يا ماما الحاجة أنا قلبي مش مطمن. مش مطمن ليه بس يا فرح؟ يحسن يخاف ولا يعيط ولا حتى يقع من على الحصان. يقع كيف؟ مال دمران بيعمل ايه؟ لا أنا مش مطمنة، كان حقيقتنا نقوله ما يركبوش حاجة. ما تخافيش يا حبيبتي، يعني أنا مش هخاف عليه زيكي. ومرت عمي جالتلك أبوها الله يرحمه كانوا يركبوه خير من وهو كده، وعشان كده عمي سلطان بيه سماه. نجات كفاياك عاد. لا 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 أرجوك يا ماما الحاجة والنبي، أنا لازم أطمن عليه، بعتي معايا حد عشان أروح له. تروحي له؟
تروحي له فين؟ مطرح ما هو موجود. احنا ما فيش عندينا حريم تطلع وتروحي وتاجك ده. ليه بقى؟ وانا خارج استعرض ولا ايه؟ احنا عوايدنا كده عال. انا ماليش دعوه بعوايدكم، انا ليا دعوه بابني وعايزة اطمن عليه. طب فهميها انت يا نجات. كفاياكي يا نفيسه، انا حبعت معها البت بدور تروح تطمن عليه وتجيبه وتاجي. اوعى لا يوجع يا ضمراني. واه يوجع كيف؟ ده انا بقى ماليش عايز عاد. طب خلي بالك بس. اطمن اطمن سعادتك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا عمي؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. ازيك يا صبري؟ ازيك يا واد عمي؟ تفضلوا تفضلوا. شاي يا رماح. حاضر يا سعاده الدين. ايه شقه غريبه. واه ليه امال؟ واحنا لما نجوعك يا رفيع بيه تبقى شقه غريبه. مش لما تجولي، انما لما تجولي هنا في الاسطبل. لا ما احنا سالنا عليك في المنظره قالوا لنا انك هنا. بالاماره كمان ريحانه جابت مهره. الف بركه يا اخوي، الف بركه. الله يا الله يبارك فيكم. خير؟ لا خير، كل خير ان شاء الله. هو ده هو ده الوان. امال بيقولوا يا سعاده البيه انك ما بتصدقش. ما مصدقش ايه؟ انه واد فارس بيت صح؟ صح. سمعني يا سعاده البيه، سمعنا. سمعته من مين؟ هي حصلت؟ حصلت ان سيره واد اخوي وشرف مرته يبقى فيها سمع وكلام وحديث؟ لا لا اعوذ بالله، مش كده. انت فهمت انا غلط يا رفيع بيه. حكايه ما فيها ان بنت نجات حكت لنا على اللي حصل بس مش اكتر. النهارده نجات حكت لكم على اللي حصل، بكره تحكوا لغيركم والسيره تبقى على كل الصنعات. وه كيف ده؟ مين يستجري؟ ما انت استجريته يا عمي. بس قسما عظمه اللي هيجيب سيره الموضوع ده تاني لاكون ضربه بالنار بيد دي مهما يكون. الواد ده واد اخوي من صلبه ومن صلب سلطان بيه واسميه حمدي بيه العزايزي. حد فيكم ليه يقول تاني؟ عاوز تقول حاجة تاني؟ يلا بينا يا بدور. مش هناخده سي حمدي بيه؟ خلي حمدي هو مبسوط مع عمه. انت فكرك يعني الفلوس وقعت من عثمان ابو الضبع صح؟ ولا ده كان ملعوب من صاحبك؟ العلم عند ربي يا ريش شندي. اما لو كان ملعوب يعني هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده انا كنت اخلص عليه. ومش هو بس، لا هو وابوه واخوه وعياله اذا كانت العيال، وولع في بيته وفي غيطه وما خليش. مش لما تتاكد الاول بس هتتاكد كيف؟ ما خبرش يا اخي. لا واعي يا ابوي. طب انت مش صاحبه وتعرفه زين؟ ايوه صاحبه، بس فين ده اللي يعرف وهب السوالم زين؟ طب يعني هو يعملها ولا ما يعملها شيء؟ اذا كان على يعملها يعملها. ده ابليس ذاته ما يقدرش عليها. بس ده مش معناه انه يعملها معاك، هو كمان واعي وما يوقعش مع واحد زيك، خصوصا ان العشر تلاف جنيه معاك زي العشر تلاف ميله من معاه. واه يا ولاد، امال ايه طيب؟ انت بتضحك؟ دبرني دبرني يا واد عمي، انا راسي خلاص اندارت، لان لو كان يعملها تبقى هيبتي راحت، وان ما كانش يعملها ورجعت في كلمتي ليه وطلبت غيرهم تبقى برضه هيبتي راحت. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يعني اخذ المخرز ده في جنبك ده وحتى ما اقدرش اقول اي. انت برضك بتضحك؟ كل الحاجات دي الحمدي جبتيهم امتى بس يا ماما الحاج؟ جبتهم النهارده من مصر بالطياره مخصوص. طب قلت لجدتك ميرسي يا ميدو؟ ميدو احنا ما بنجلعوش عيالنا. ازاي بس يا ماما الحاج؟ طب ده انا ما شفتش حد بيدلع حمدي قدك، وقبليه فارس الله يرحمه. مالك يا ماما الحاج؟ لا يا بنتي ما فيش، يعني ما بنجلعوش ولادنا بلسامي، انما الحنيه حاجه تانيه. طب ايش قولك؟ حتى دي كنا نعملوها بالمداري،
زمان يعني، ايام عمك سلطان بيها الله يرحمه. اصلك ما شفتهوش. يا ساتر ما اقول لكيش. ما هو فارس حكى لي عنه. مالك يا ماما الحاج؟ ما تقوليش اسم الغالي قدامي، قولي الغالي وبس. حاضر يا ماما الحاج، انا اسف. ما تتاسفيش يا بنتي، انت اصلك ما تعرفيش عوالدنا. يلا بقى يا حمدي عشان تنام. خليه معايا شوي. معلش كفايه كده يا ماما الحاج، يعني الحق احميه واكله قبل ما ينام. ويلا قول لماما الحاجه باي باي. ان شاء الله من بكره الفجر هكون عندك عشان يقعد معاكي. رفيع بيه مساء الخير. مساء النور. ايه يا حمدي، انت زي ابوك الله يرحمه في السهر ولا ايه؟ ابوك الله يرحمه كان واخد الدنيا بالطول والعرض. الله يرحمه. قول ميرسي لعمك على كل الحاجات دي. علي يعني؟ يا سلام. طبعا، وعلى اهم منها كمان. ايه الاهم من ايه دي يعني؟ لو اني يعني يا ست فرحة انا معرفش انتي بتتحدد يعني ايه، بس غلاوة الواد من غلاوة ابوه ما تعرفيش. غلاوة أبوه كانت إيه؟ زي ما تعرفيش عصبية العزايزة مع بعضيهم إيه؟ حمد ديه مش عزايزي وبس، لا، دوت أغلى شباب كمان، ده أول حفيد لسلطان بيه. وما أدراك ما سلطان بيه. تصبحوا على خير. رفيع بيه، أنا شكرت حضرتك، بس في اللي أهم من الشكر، إن أنا كنت عايزة أتأسف لك. تأسفي لي على إيه؟ على فكرتك عني يعني في الأول؟ يعني هي اتغيرت؟ طب عموما يا ست فرحه مفيش داعي للاسف، اني ما اعرفش مين اللي يتاسف لمين. تصبحوا على خير. وانت من اهله.